وثمان أخطاء ضد لاعبي منتخب مصر. في بلالة هيلعب الضربة الحرة المباشرة ومتقدم 4-0 من لاعبي جنوب افريقيا منتخب الاولاد. في بلالة على طول بيحطها في اتجاه المرمى, بيحطها في اتجاه المرمى. هذه الخطورة, هذه الخطورة وهذه التسديدة من اللاعب مورجان جول. كرة كده كان فيها تهاء وذكاء من شيبالالا, حطها في اتجاه عصام الحضري مرة واحدة, ولكن عصام